السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة ان شاء الله. احنا دلوقتي هنتكلم في الحصة التانية تكملة للهارت فيلير في الكارديولوجي. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة في الكارديولوجي، اتكلمنا عن بالتفصيل عن الليفت فنتريكولار هارت فيلير. بقيلنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الرايت سايد هارت فيلير، زائد نتكلم على الانفستيجيشن. طيب، بالنسبة للرايت سايدد هارت فيلير، أول حاجة يا جماعة النهاردة معانا الإيتيولوجي، الأسباب. وقلنا يا جماعة فرق دايما بين الإيتيولوجي وما بين البريسيبيتيتنج فاكتور. الإيتيولوجي يعني السبب الرئيسي اللي عمل لي الفيلير، إنما البريسيبيتيتنج فاكتورز ديت الحاجات اللي هتزود الأعراض، الحاجات اللي نتجنبها طول ما أنا عندي إيه؟ هارت فيلير. طيب الإيتيولوجي يا جماعة قال لك في حاجة اسمها ماسل ديزيز، واتكلمنا على المصل ديزيز ديت ان هي اسطمبه. ايه يا جماعه؟ اسطمبه. بنحفظها في الاثنين، في الرايت او الليفت، لان نفس العضلات الموجوده في الرايت موجوده فين؟ في الليفت. فالاسطمبه يقول لك حاجه في العضلات زي التهاب، قلنا مايوكاردايتس، كاردوميوبسي، العضله ما بتشتغلش كويس، زي قلنا مايوكاردال انفاركشن، العضله ماتت من الجلطه. الحاجات دي كلها قلنا هو حتى كاتب ذا سيم از ذا ليفت، قصده ذا ليفت ايه؟ سايد هارت فيلر. بعد كده قلنا يا جماعه في حاجات بتبقى في البريلود والبوست لود. الحاجات البريلود يعني ايه؟ الناس اللي مش فاكره يعني ايه بريلود، قلنا الدم اللي جاي من الجسم، اللي جاي الفينس بلاد اللي جاي من الجسم وعايز يروح الهارت، يعني الدم اللي جاي من الرجلين والدم اللي ايه اللي جاي من فوق من الابر بارت دوت بيروحوا للقلب. الاثنين دول اسمهم بريلود، انما الدم اللي خارج في الاورطه من القلب يعني اللي خارج من القلب اسمه بوست لود. فاقول لك ان في اسباب في البريلود وفي اسباب في البوست لود. طيب ايه الحاجات اللي في البريلود؟ قال لك اول حاجه الهايبر دايناميك سيركوليشن، ودي برضو كانت نفسها في الليفت سايد هارت فيلير. يعني ايه هايبر دايناميك سيركوليشن؟ قلنا معناها ان السيركوليشن بتمشي بسرعه جدا، كميه الفوليوم بتاع السيركوليشن كبير، وفي كمان فازو دايلاتيشن في الفيسلز يعني متسعه، فما فيش مقاومه للدم، فالدم بيجري بسرعه وكمان مش لاقي مقاومه. فتخيلوا صوره، ورينا صوره المره اللي فاتت ان ازاي يبقى، شوف واحد عنده، تبص في الكاروتيد، ده هايبر دايناميك سيركوليشن، تلاقي البلسيشن بتاع الكاروتيد باين. قلنا الهايبر دايناميك سيركوليشن يعني الدم رايح بسرعه وكميه كبيره بيجري للقلب، يبقى طبعا فعلا من اسباب ايه؟ البريلود. تاني حاجة برضو كان هناك الفالفولار ديزيز، ولكن هناك كان هنا الفالفولار ديزيز في الرايت سايد يا جماعة موجود تراي كاسبيد ريجرش وبالموناري ريجرش. طيب ليه تراي كاسبيد؟ احنا قلنا ان تراي كاسبيد والبالموناري فالفز الصمامات ديت موجودة على الناحية ايه؟ الناحية الرايت. طيب لو انا بتكلم في ليفت سايد هارت فيلر هيبقى في هايبر دايناميك سيركوليشن زي ما هي وفالفولار ديزيز، بس هنكتب ايه بقى هناك؟ قلنا هنكتب هناك الحاجات الموجودة على الليفت، يعني الميترال ريجيرش والاورتيك ريجيرش. لو ترجع للشرح الاولاني هتلاقي الكلام اللي انا بقوله لك، بس انت هنا في الراحة الناحية ايه؟ الرايت. لو الرايت سايد هارت فيلير يبقى انت بتتكلم في الصمامات اللي موجودة في الناحية الرايت، لو ليفت سايد هارت فيلير يبقى الصمامات اللي موجودة في الناحية يا جماعة الليفت. طيب بعد كده يا جماعة البوست لود كوزس، يعني احنا اتكلم عن بوست لود وهو خارج، بس انا بتكلم في الناحيه هنا ايه؟ رايت سايد هارت فيلير، رايت سايد هارت فيلير. طب هو خارج هيبقى خارج فين؟ في البالمونري. انما لو ليفت سايد هارت فيلير هو خارج هيبقى خارج فين؟ في الاورطه. يبقى الحاجات اللي هناك اللي كانت في الليفت كانت حاجات خاصه بين بالاورطه، يعني في اورتيك ستينوزس، في هايبر تنشن، سيستميك هايبر تنشن، ضغط عالي يعني في الاورطه برضه، في كو اركتيشن اوف اورتا. اتكلمنا عن ايه كو اركتيشن؟ طب هنا قال لك هنا بالمونري بقى، هنا هناك كان سيستميك في الاورطه، هنا بالمونري هايبر تنشن، هنا بالمونري ستينوس. تمام. بعد كده قال لك في بالمونري امبوليزم. قال لك البالمونري امبوليزم معنى ايه امبوليزم؟ معناها ايه يا جماعه؟ يعني ايه الفرق بين الانفاركشن والامبوليزم؟ الاثنين يعطى جلطه يعني هيتقفل الدم، ولكن لو انا حصل لي جلطه في نفس المكان والجلطه فضلت زي ما هي في نفس المكان ما اتحركتش من مكانها، فاسمها ايه؟ اسمها انفاركشن، اسمها انفاركشن. طيب لو انا الجلطه دي اتحركت من المكان الرئيسي وراحت على مكان تاني وعملت فيه جلطه، يعني ايه؟ واحد جاله جلطه على القلب، جاله جلطه على القلب، بعد كده لقينا ايديه مش عارف يحركها، يعني ايديه نصه الشمال مش حاسس بيه. طيب
ايه اللي حصل؟ هو الجلطة على القلب ديت يعني دم ايه؟ متجلط. طب ما هو ممكن جزء من الدم المتجلط دوت يروح للمخ ويعمل جلطة فين كمان؟ في المخ، فكده اتحركت من مكانها الرئيسي وراحت لمكان تاني. في الحالة دي بنسميها امبوليزم. امبوليزم ودي حاجات بنشوفها كتير يا جماعة في كسر العظام بالذات، او العمليات. لذلك اي واحد بيعمل عملية او مفروض الدكتور يقول له ايه، اتحرك بعد العملية على الاقل كده، بعد العملية على طول، كل يوم ربع ساعة اقل حاجة. وممكن يفضل يديله مضادات تجلطات. ليه؟ لان الدورة الدموية لو فضل كده ممكن حتى لو هو شاب بعد عملية يجيله جلطة، بس مش هيبقى اسمها جلطة، هنعرف ازاي دلوقتي. طيب في حاجة مثلا بتوع العظام دوت لما يجيله يقعد بعد العملية، بتوع العظام بالذات لانهم مش عارفين يتحركوا اصلا، فبياخدوا مضادات سيولة بعد الايه، بعد العملية. طيب في حاجة بقى، العظم احيانا، العظم احيانا وخصوصا العظم الكبير زي عظمة الفيمر اللي هي عظمة الصاي عظمة الرجل. طيب العظمة دي لما بتتكسر يا جماعة، العظمة من جواها فيها دهون، فيها دهون، فيها فاتس. لما بتتكسر الفاتس دي بتخرج بره العظمة وتروح في السيركوليشن، بتروح في الدم. ممكن بقى الفات دي تروح تقفل شريان مثلا في المخ، فيبقى الراجل مثلا عنده او يروح اكتر ويقفل شريان في الرئة، فيبقى مكسور في رجله وطلعت الدهون وراحت قفلت شريان فين؟ في الرئة. فعمل لي حاجة اسمها فات، بس امبوليزم بقى لانها اتحركت من مكان الايه؟ غير مكان. فلو الجلطة في نفس مكانها اسمها انفاركشن، لو الجلطة اتحركت من مكانها اسمها امبوليزم. فهمنا يا جماعة الفرق؟ وديت مهمة جدا خصوصا في الشفا. طيب قال لك ناخد بالنا بقى اللي هي ايه، ذا موست كومن كوزز. هناك يا جماعة في الليفت سايد هارت فيلر قلنا في ايتيولوجي اسباب كتير، واحنا تقريبا قلناها دلوقتي واحنا بنتكلم، بس احنا قلنا خلي بالك هتتسأل في الشفا ايه ذا موست كومن كوزز، ايه اكتر حاجة في الاسباب ديت موجودة بين الناس بتعمل ليفت سايد. قلنا الراجل اللي عنده ضغط، والراجل اللي عنده جلطة أو اسكيميك هارت ديزيز، يعني هو الجلطة تندرج تحتيه. طيب اللي عنده ضغط واللي عنده اسكيميك هارت ديزيز، ده أكتر سببين كانوا بيعملوا إيه؟ ليفت سايدد هارت فيلر. طب إيه أكتر سبب بيعمل لي، ركز بقى، إيه أكتر سبب ممكن يعمل لي الرايت سايدد هارت فيلر اللي هو موضوعنا النهاردة؟ قال لك الليفت. إزاي؟ هنشوف. نرجع تاني للموضوع اللي احنا كنا فيه. هنا مثلا يا جماعه ده اسمه ايه؟ ده الرايت سايد هارت فيلير، ده الرايت سايد، وهنا ايه؟ الليفت سايد هارت فيلير. طيب نفترض ان حصل ليفت سايد هارت فيلير هنا، يعني فشل هنا، ايه اللي بيحصل؟ بتتضخم عضله القلب هنا، وبيحصل له ممكن كمان انتفاخ وتضخم، انتفاخ يعني دايلاتيشن وتضخم هايبرتروفي، هنقول يعني تضخمت. ها دي الحته ديت ايه؟ تضخمت. طيب هو مش عاد عارف يدفع الدم، ما احنا اتكلمنا مش عاد عارف يدفع الدم. طيب ايه اللي هيحصل؟ هو هيروح مرجع على ايه؟ يرجع دم على ايه؟ اتكلمنا برضو الموضوع ده المره اللي فاتت، يرجع دم على الرئه. طب والرئه تخزن فيها الدم، طب تخزن زياده عن مجهودها، تعمل ايه؟ تروح مرجع الدم كده تاني. ده كله بيرجع لورا، كله بيرجع عكس الطريق اللي جاي منه. وبعد كده ايه؟ يبقى الرئه ترجع تاني على ايه؟ على البلمونر ارتري. ويرجع كده السم. ده انا وصلت ناحيه ايه؟ الرايت. يبقى انا كنت الفشل في الليفت، ده انا بدات اثر وارجع دم على ايه؟ على الرايت سايد هارت. طيب يفضل يتحمل شويه ويضغط على نفسه شويه ويعمل ايه؟ يعمل تضخم في العضله شويه، وعند حد معين يحصل له ايه؟ فشل. فاذا ده رجع لايه؟ لده بطريقه غير مباشره. فلذلك صعب قوي، يعني صعب قوي تلاقي حاجه منفصله رايت سايد او ليفت سايد، لا ده هو هيبقى عنده الاثنين مع بعض في الغالب. الرايت هو المسبب الرئيسي لايه؟ للليفت سايد. الليفت سايد هارت فيلير هو المسبب الرئيسي لايه يا جماعه؟ للرايت سايد هارت فيلير. يبقى انا دلوقتي لما يسالك ايه من اكتر سببين يعمل ليفت سايد هارت فيلير، ليفت سايد هارت فيلير، تقول له لا يا دكتور الضغط العالي، واحد عنده ضغط عالي هايبر تنشن، او عنده كمان او عنده اسكيميك هارت ديزيز. طب ايه اللي يعمل لي يا ابني رايت سايد هارت فيلير؟ يقول لك اللي يعمل لي رايت سايد هارت فيلير، اللي يعمل لك رايت سايد هارت فيلير هو اصلا ليفت سايد هارت فيلير، بيرجع عليه بطريقه غير مباشره ان هو يروح لللنج تاني، واللنج ترجع كده تاني اهو ماشيه في السم تاني وتروح هنا. طب لما يحصل فشل هنا يروح مرجع على بقيه الجسم بقى، ما هي عكس
ها يرجع هنا ويرجع هنا، فيحصل لي ايه؟ ان الميه تملى ايه يا جماعه؟ تملى الجسم. وهو دوت الكلينيكال بيكشر اللي احنا هنتكلم فيه. قلنا ان الرايت سايد هارت فيلير ان الميه هتملى الجسم، هي دي الاعراض. طيب نرجع تاني لموضوعنا. الكلينيكال بيكشر هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا قلنا ايه الاعراض؟ الاعراض ان ميه هتبقى ماليه الجسم. يقول لك اه، او يقول لك مانيفستيشن. طبعا في هيبقى عندي حاجتين، في عندي كونجيشن، عندي سيستميك كونجيشن يعني الميه تملى في الجسم اللي احنا اتكلمنا عليه، وفيتشرز اوف ذا كوز. واحنا قلنا المره اللي فاتت قلنا اكتبها في الاول في الاخر مش هتفرق معانا. طيب ايه فيتشرز اوف ذا كوز؟ هي ايه؟ او ايه اكتر حاجه، ايه اكتر حاجه لازم تكتبها؟ ليف سايد هارت فيلير، ما ده اهم سبب، اهم سبب بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي الرايت سايد هارت فيلير. طيب وبالمنار هايبر تنشن، شويه اسباب من الاسباب اللي كانت موجوده. طيب ايه بقى المانيفستيشن سيستميك كونجيشن؟ قال لك ممكن يبقى اول حاجه بيعمل لي، اولا قبل ما نبدا، رقم واحد واثنين ده بندمجه في حاجتين يا جماعه. انا في عندي جهازين، جهاز سمباثيك وبارا سمباثيك، السمبساوي والبارا سمبساوي. قال لك السمباثيك عند الخطر، ولكن الخطر ده مش لازم يعني ايه، يعني مش بينشط عند الخطر انه لازم حد جاي يضربك فانت ينشط، لا ما ممكن الخطر يبقى داخلي انت مش حاسس بيه جوه، اللي هو ايه، عندك هارت فيلير وعندك ميه متخزنه في الجسم، خلاص شغال انذار اللي هو ايه، السمباثيك. فنتيجه الهارت الفيلير السمباثيك بيشتغل فيحصل له انسوميا، الراجل ما يعرفش ينام، مش عارف ينام. طيب انسوميا يعني يعني سهر مش عارف ينام. طب والانسوميا دي برضه ممكن تيجي من حاجات تانية، يعني الاعراض اللي بتيجي احنا هنتكلم زي ما هنتكلم دلوقتي، ان ممكن يتملي ميه في الرئه واتكلمنا فيها المره اللي فاتت، اورثوبنيا، يعني الراجل يجي ينام على ظهره مش عارف ينام، لازم يحط مخده تحت راسه. طيب ماشي، يبقى الانسومنيا من الحاجتين، سمباثيك ستيموليشن والايه والاورثوبنيا. طيب وسويتنج يعني عرق كتير عند اقل مجهود، برضه هو نتيجه السمباثيك ايه اكتيفيشن، يعني الانسومنيا والسويتنج نتيجه السمباثيك. وفي حاجه اسمها كونجستد نيك فينز. يعني ايه كونجستد نيك فينز؟ بص معايا على الراجل ده، هتلاقي ده يا جماعه اسمه الجاجولار فين، اكسترنال جاجولار فين. طيب الاكسترنال جاجولار فين ده شايفه منتفخ ازاي؟ هو الراجل نايم 45 درجه وانت بتكشف عليه بتنيم السرير زي ما هو نايم كده 45 درجه، وتجيب مسطرة وتشوف الانتفاخ بتاع الفين، لانه ده هنا كله منتفخ، بس احيانا تلاقي واحد نص الفين ايه هو المنتفخ، فبتقيسه وعند حد معين لو عيلة عنه تقول اه ده دوت عنده كونجستد نيك فيدز. طيب اشمعنى احنا بنقيس هنا؟ هو اصلا لو انت مشيت مع الاكسترنال جاجولار فين كده هتلاقيه ينزل مثلا بيعمل شوية فينز ويلتحم، المهم في الاخر في الاخر هيصب فين؟ في السوبيرو فينا كيف، والسوبيرو فينا كيف هيصب فين؟ في الهارت. فنعتبر ان ده مراية للقلب، لانه هو ايه يعني دوت مؤشر على اللي بيحصل في القلب. طب هنا ايه المؤشر اللي انا لقيته في الاكسترنال جاجولار فين؟ لقيته منتفخ وفي دم. طب يبقى معنى كده ايه؟ المفروض ان ده فين؟ يصب في القلب؟ لا منتفخ ليه؟ اه ده القلب مش عارف يستوعب، مش عارف يعمل فيلينج، يعني مش عارف يستوعب الدم اللي رايح له، فراح مرجع على الجسم. وده دليل ان القلب مرجع على ايه؟ على الجسم. دوت الكونجستد نيك فينز. طيب هيحصل ايه يا جماعه؟ يتجمع في الرجلين، يعمل اديما ورم، تورم في الرجلين. وانت طبعا لما بتيجي بتكشف على الرجلين جالك مريض، بتحط صباعك لفتره معينه مثلا دقيقه، بتفضل حاطط ايدك غارز كده، ايدك عند حته عظمه هارد عشان ايدك تغرز كويس، فبتشوف لو بتسيب ايدك فجاه، لو رجع بسرعه، لو مكان ضغطه ايدك رجع تاني الوضع الطبيعي عنده هو، يعني جسمه الجلد رجع طبيعي، يبقى كده راجل كويس بسرعة. إنما لو فضلت يعني مثلا خدت لها مثلا 30 ثانية ولا حاجة عقبال ما ترجع، عقبال ما ترجع تاني لوضعها قبل ما تدوس عليها، يبقى أنت كده بتتكلم إن الراجل ده عنده إديمة. إديمة بقى تفضل تفكر، أنت عندك 3 حاجات تفكر فيهم، يعني يا إما عنده فشل كلوي، يا إما عنده فشل كبدي، يا إما عنده هارت فيلير. وهنبقى نتكلم إيه الفرق ما بينهم.
طيب يبقى الهارت فيلبر يعمل اديما اوف ذا لور ليمب، واكبر دليل يا جماعه بس مش دايما تعملها يعني، بس يعني بيقولوها احيانا، ان الشراب، واحد لابس شراب فتره قصيره بيجي يقلع الشراب يلاقيها معلمه على رجله، هي التعليم على رجله كأن الشراب هو اللي داس بدل ضغطه ايدك، فكل ما تكون معلمه اه ده في ميه كده ايه او اديما على رجلي. طيب بعد كده يقول لك الليفر يا جماعه، الكبد بيبقى اللارجد كبير وتندر، يعني بيوجع تندر. يعني ايه تندر؟ بيوجع، انت لما تيجي تحط ايدك على مكان ويوجع المريض كده تندر. طب لما هو يجي يشتكي لك ده في حاجه بتوجعني اسمها بينفول، يبقى تندر ده ساعات كشفك تدوس عليه توجعه ده اسمها تندر، انما بينفول لما يجي يشكي لك هو بلسانه اسمها بينفول. طيب الجي تي الجهاز الهضمي، ديسبيبسيا عسر هضم، اه ما هو اصلا الجي اي تي والليفر هيبقوا وارمين فيهم ميه، فالجي اي تي يحصل لها ايه؟ ما فيها ميه هتهضم ازاي؟ الوول بتاعها فيها ميه، ديسبيبسيا، وطبعا مال ابسورشن، عدم ما يعرفش يمتص الاكل كويس. اه الحته دي بقى بيسالوك في شافوا فيها اسمها كاردياك، الموضوع ده ممكن يؤدي الى حاجه بنسميها في الطب اسمها كاردياك، كاردياك يعني قلب، وكاشيكسيا، كاشيكسيا يعني نقص مفاجئ في وزن الجسم. يعني ايه؟ يقول لك انت لو خسيت، لو انت مش عامل ريجيم يعني تاكل اكلك العادي، وخسيت اكتر من 10% من وزنك في فترة مثلا 6 شهور، لا انت كده تعبان، احنا نشك في الامراض انك انت عندك مرض مخليك تنقص في الوزن. لذلك الناس اللي عندهم سرطان تيومرز بتلاقيهم بيخسوا جدا في الوزن بسرعة فائقة يعني. فتلاقيه مثلا كان 100 كيلو، بعد كده بعد 6 شهور بتبص عليه ايه ده بقى 60 كيلو، ايه ده المرض عامل معايا كده؟ اه يعمل معايا كده. طيب هنا ايه السبب؟ هنا السبب القلب، ان القلب راح مرجع ميه على الجي اي تي، فالجي اي تي ما بقتش عارفه تهضم كويس او تمتص كويس، فالراجل دلوقتي عمال يخس في الوزن، ما فيش اكل عمال يمتص. فيقول لك كاردك كاشيكسيا، يعني كاشيكسيا نقص في الوزن، المسبب فيه الرئيسي هو القلب. فهمت يعني ايه كاردك كاشيكسيا؟ بيجي بقى يسألك في الشفوي، اقول لك تعرف ايه يا ابني انواع الكاشيكسيا؟ فده نوع منهم لحد ما ناخد بقيه الانواع، او يقول لك مثلا ايه الكاردك كاشيكسيا دي يسهل عليك، تمام، او اقول لك مثلا، وانت بقى يقول لك مانيفستيشن اوف سيستميك كونجيشن، تفضل تقول له تعد له تعد له، عايز هو يقف عند جي اي تي، فانت لما تعدي جي اي تي وتنزل تحتيها اقول لك اسمها ايه الموضوع اللي حصل في الجي اي تي، تقول له كاردك كاشيكسيا، يقول له خلاص ما تكملش خدت الدرجه النهائيه. طيب يعمل حاجه اسمها بلورال افيوجن، بلورا يعني ده الغشاء اللي بيغطي الرئه من بره، يمتلي ميه اسمها بلورال افيوجن، بلورال افيوجن. طيب آه طيب يبقى كل الاعراض زي ما يا اما سمباثيك زياده في السمباثيك، او ان هو رامي ميه، رامي ميه يعمل لي في النيك فينز كونجستد نيك فينز، يعمل لي اديما في رجلي، يخلي الليفر ينتفخ، الجي اي تي يحصل له مال ابزوربشن، مال ابزوربشن يؤدي الى كاردك كاشيكسيا وبلورال افيوجن. طب فيتشرز اوف ذا كوز اتكلمنا فيها خلاص. آه تعالى بقى نتكلم على الساينس. آه ما الساينس، احنا اتكلمنا واحنا بنتكلم في الساينس المره اللي فاتت في الليفت سايد هارت فيلير، قلنا آه في حاجتين كده ما لهمش ازمه بس بنكتبهم، اللي هم اول حاجتين موجودين معانا هنا دلوقتي، اللي هو الفنتريكولار انلارجمنت، بس انا بتكلم هنا في الناحيه الرايت يبقى رايت فنتريكولار انلارجمنت، لو انا بتكلم في الناحيه الليفت يبقى ليفت فنتريكولار انلارجمنت. وتاكي كارديا احنا قلنا هيبقى تاكي كارديا زي المره اللي فاتت. طيب طب بعد كده يا جماعه، بس احنا قلنا يعني مش اي حد عنده تاكي كارديا يبقى دوت هارت فيلير، فمش لوحدها تقول لي ان ايه هارت فيلير، بس المره اللي فاتت عملنا حاجتين ملونين لو نرجع ليهم اهم، ادي الكارديك ساينس بتاعتي الليفت سايد دي المره اللي فاتت اتكلمنا فيها، اتكلمنا في البالسس الترنانس اول حاجتين قلنا اهو ليفت اهوت فنتريكولار انلارجمنت وتاكي كارد، قلنا الحاجتين دول اي كلام بتكتبهم خلاص، بس الحاجتين المهمين جدا اللي هو المصحح هيبص عليهم البالسس الترنانس والجالوب. طيب ايه البالسس الترنانس؟ قلنا ان ضربه قويه وضربه ضعيفه، ضربه قويه وضربه ضعيفه، ضربه قويه، وديت في الادفانس ستيج خلي بالك يعني. طيب يعني ايه في الحالات المتاخره جدا، واتكلمنا المره اللي فاتت بالتفصيل. طيب الجالوب قلنا جري الحصان، طيب ايه بقى احنا هنا ايه اللي هيحصل؟
قال لك اهوت في الكارديك ساينس في ناحيه الرايت، احنا اهو ده موضوعنا بقى، قلبنا على موضوعنا ناحيه الرايت، قال لك زي اللي كان موجود في ناحيه الليفت اللي احنا لسه شايفينه، بس نقص منهم مفيش بالصص الترنانس. مفيش ايه يا جماعه؟ بالصص الترنانس يعني ايه؟ هنا هيبقى المفروض 3 بدل 4، اللي هو الرايت فنتريكولر انلارجمنت، تاكي كارديا، وجالوب اللي هي الحصان. اه طب ليه يا دكتور مفيش بالصص الترنانس؟ هقول لك احنا النبض اللي بيوصل لك في ايدك ده، لان احنا قلنا الباصص الترنانز معناها انك بتحس النبض، فتحس نبضه قويه ونبضه ضعيفه، نبضه قويه ونبضه ضعيفه، تحس في ايدي مثلا بتمسك ايدي وتحس النبض. طيب هو اصلا النبض ده ايه؟ تبع الليفت سايد ولا ناحيه، يعني تبع الليفت فينتريكل، ناتج عن انقباض الليفت فينتريكل ولا الرايت فينتريكل؟ لا ناتج عن انقباض الليفت فينتريكل. طيب يبقى انا هنا بتكلم عن الناحيه الرايت، في الرايت فينتريكل يعني، يبقى ملوش علاقه خالص بالبلس، فملوش علاقه خالص بالبلسس الترناتس. فهمنا يا شباب؟ يبقى احنا هنا في الكارديك سايتس بتاع الرايت سايد هارت فيلير، بتكلم على ال3 حاجات، ننقص بس الايه؟ البلسس الترناتس. طيب وخد بالك، يقول لك ان بي ان الرايت سايد هارت فيلير تساوي سيستميك كونجيشن، انما الليفت ال المره اللي فاتت اتكلمنا فيها وقلنا ال يبقى ال لانج كونجيشن، الليفت سيستميك هارت فيلير لانج كونجيشن، رايت تساوي سيستميك كونجيشن. بعد كده يقول لك الدكتور، يقول لك مثلا، وده سؤال مهم جدا على فكره، واحيانا بيجي لوحده نفس النظر، يقول لك ايه؟ يقول لك طب بص، هو واحد جاله هارت فيلير، الجسم ما يعرفش يتصرف، يقول لك اه، تقول له اه الجسم هيعرف يتصرف لفتره معينه، يعني هيعمل شويه حاجات لحد معين، بعد كده الجسم بعد كده مش هيعرف يتصرف. طيب ايه الحاجات الطارئه، الطوارئ اللي هيستخدمها لما يحصل الراجل ده يحصل له هارت فيلير؟ اقول له بص، اول حاجه يحصل لي ريفلكس، ريفلكس انعكاس، انعكاس لايه؟ الهارت فيلير، ريفلكس تاكي كارديا. طيب ليه ايه؟ قال لك انا اصلا بنحسب الهارت فيلر من ايه؟ ما احنا عايزين، احنا اهم حاجه عندنا ايه؟ الكارديك اوت بوت. طب الكارديك اوت بوت يساوي ايه؟ ستروك فوليوم، ستروك فوليوم في الهارت ريت. طيب انا الستروك فوليوم قليل، طب هو الجسم عايز يتصرف ويزود الكارديك اوت بوت يعمل ايه؟ يزود الهارت ريت. فلما يبقى الستروك فوليوم قل، يبقى لو انا زودت قصاده الهارت ريت، فالستروك فوليوم في الهارت ريت يفضل زي ما هو، فيعمل عشان كده الجسم يعمل ايه؟ هارت ريت، يزود الهارت ريت اللي هو يعمل تاكي كارديا. طيب بعد كده فينتريكولار دايلاتيشن، الجسم يعمل ايه؟ يتصرف تاني زي فينتريكولار دايلاتيشن وفينتريكولار هايبرتروفي. في نوعين، حاجه اسمها فينتريكولار دايلاتيشن وهايبرتروفي، ايه الفرق ما بينهم؟ بص على الرسمه دي والرسمه دي، شايف انا هنا القلب زي ما هو، يعني الوول بتاعه تخن، تخن سكن الزاد تخن، فده اسمه هايبر تروفي. طب الجسم يعمل كده ليه؟ ما هو الجسم الكاردك اوت بوت او الدم اللي بيبعته في الاورطه قليل، فيعمل ايه؟ يلعب جيم. بالظبط، يلعب جيم. يعني ايه يلعب جيم؟ يزود الكتله العضليه اللي في القلب عشان يدفع بقوه الدم، فيعمل ايه؟ فعلا زود القوه بتاعته فتخن عشان يدفع القلب، فيزود الستروك فوليوم. فيعني التصرف، يعني ان هو بيتصرف كده ان انا عايز اعوض. اه بس دوت يا جماعه له خطوره، ان هو هيفضل يدخن 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 لحد معين، يعني هيجي في مرحله متاخره ان هو يدخن يحصل هارت فيلير، ما عادش ينفع. طيب او يحصل حاجه تانية، حاجه بنسميها دايلاتيشن. دايلاتيشن يعني اتساع مش تخن. يعني ايه؟ زي البالونه، انت دلوقتي لما بتجيب البالونه وتحط فيها ايه؟ ميه. طيب ايه اللي بيحصل؟ او بتنفخ البالونه، بتفضل تنفخ البالونه، او ده فعلا بيتنفخ بيتنفخ، ولكن ليه درجه من اللي هو يتنفخ لدرجه معينه. يعني طيب هو بينفخ نفسه ليستفاد ايه لما يحصل دايلتيشن او اتساع؟ يعني الدايلتيشن ده السيكنس لسه زي ما هو، ولكن حصل ايه؟ اتساع. طيب استفاد ايه؟ قال لك اه بص، فيه قانون اسمه ستارلينج لو. ستارلينج لو ده بيقول ايه؟ انك انت لما تعمل اتساع،
فمعنى كده انك انت بتمط الفايبرز بتاعت العضلات بصوره اكتر، ما انت ايه بيتسع، فالفايبرز بتمط بتتشد معاك بسرعه. لما تتشد معاك بصوره اكبر، كل ما تتشد معاك تسيبها زي الاستك كده، تسيبه يروح. طب الاستك كل ما بتشده وتسيبه بينطلق بسرعه اكبر. فهنا نفس الموضوع الاسترلينج لو، عارفين الاسترلينج لو، كل ما يتمط مط في الحاجه وتسيبها فجاه تزيد قوة الاندفاع، فيزود قوة اندفاع الايه؟ الدم، ولكن برضه لحد معين، يعني مش هيفضل يمط يمط يمط. انت عندك البالونة تفضل تمط فيها تمط فيها لحد ما تنفجر، تمام؟ هنا برضه نفس الموضوع، اكيد ليه حد معين لحد ما يحصل هارت، في نوعين من التصرف بيعملهم الهارت. طيب بعد كده يقول لك احنا هنعمل ريديستريبيوشن اوف بلاد فلو، يعني اعادة توزيع للدم. يعني ايه؟ هنختار اللي المفروض يبقى ليه الاولوية. طيب يقول لك ايه، احنا دلوقتي يا عم في سكن بياخد له دم، وفي بس في فايتال اورجز، احنا نحرم بقى السكن شويه من الدم ونوديها بقى للبرين والهارت. سبحان الله، يعني الجسم بيفكر كده ازاي؟ يعني حد ذكي جدا من الجسم، انه يقول لك ايه، نشيل بقى الدم، الدم يا دوب طالع على قد من الهارت، هارت فيلر، فنعمل ايه؟ لا، قلل بقى السكن. لذلك بقى السكن اتكلمنا فيه المره اللي فاتت ان هو بتلاقيه ايه، بيل، يعني باهت وسائع، كولد، صح؟ ما نتيجة ايه؟ ان هو قلل الدم اللي راح للسكن، ملوش لازمة دلوقتي للسكن، ونوديه اهم حاجة للبرين والايه؟ والهارد، ويغذي نفسه الاول. طيب اكتيفيشن اوف سيستم اسمه الرين، اسمه كده رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم. طيب يعني ايه بقى الموضوع ده؟ في رسمة، اللي هي الرسمة دي يا جماعة بيعرفك قد ايه انت انسان غالي وانسان لا تعوض. هتلاقي عندك ثلاث حاجات موجودة في الرسمة، الليفر والكدني واللنج، الثلاث حاجات كل دول هيساعدوا في تصنيع حاجة، كل ده عشان تساعد الايه؟ الهارت. الله، اربع حاجات عشان يكون لك هرمون. شوف انت معقد ازاي، سبحان الله، يعني انت جواك حاجة. طب انت دلوقتي قال لك ايه، انا هو الموضوع ده بيحصل ازاي؟ قال لك اول حاجه الجسم الاول لازم يحس ان هو محتاج الموضوع ده، يحتاج ان هو يحس ان في ميه متجمعه في جسمه الاول. الجسم يحس ان في ميه متجمعه في جسمه وفي هارت فيلير. طيب يعمل ايه؟ قلنا ان هو عاوز يوصل يزود انقباض القلب ويزود الهارت ريت، يعمل ايه بقى؟ يطلع نظام هرموني. ايه النظام ده؟ يقول لك الكبد الاول يتصرف يطلع ماده اسمها انجيو تنسينجن. طيب يروح الانجيو تنسينجن، يروح الكليه يقول له طلع لي انزيم اسمه الرينين. يعني ده طالع منين؟ من الكبد، راح على الكليه، لقي في انزيم اسمه ايه؟ رينين، فراح محوله لانجيو تنسين 1. ادام 1 يبقى هيتحول ل2، بس المره دي بقى اللي هيفرد الانزيم مش الكليه، لا ده بقى اللانك، يعني ثلاث اعضاء بيشاركوا في الموضوع. بعد كده يتحول انجيوتنسين 2، ده بقى اللي يتصرف، اللي يعمل الحاجات اللي احنا محتاجينها، اللي هو ايه؟ يزود الهارت ريت، ما احنا قلنا ان احنا محتاجين يعمل ريفلكس تاكي كارديا، ويزود قوة الانقباض بتاع القلب. ماشي يا شباب؟ طيب دي بالنسبة، ده معناها الايه بقى؟ يسميها لك زي ما قلناها الرينين اكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين الدوسترون. انا نسيت اقول لكم الانجيوتنسين 2 لما بيطلع قبل ما يعمل انكريز الهارت ريت، هو الانجيوتنسين 2 هيطلع بقى كمان، هيروح السوبرا رينال جلاند، الغده اللي فوق الكليه اللي هنا، ويطلع الالدوستيرون، يطلع الالدوستيرون. فالالدوستيرون دوت وظيفته ايه؟ ان هو يعني الالدوستيرون هيزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي، ويزود يزود برضو احيانا بيزود صوديوم ووتر ريتينشن، تمام، الى حد معين. طيب بعد كده او يقول لك ايه، لما يحصل لهايبوفوليميا، نقص في الفوليوم بتاع السيركوليشن، يعني نقص في الستروك فوليوم والكارديك اوت بوت، يحصل لي يطلع لي الرينين، والرينين يحول انجيوتنسين 2، انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. وبعد كده الانجيوتنسين 2 هيروح رايح عن طريق الانزيم اللي طالع من الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2، بعد كده تحول لالدوستيرون، الالدوستيرون يعمل صوديوم ووتر ريتنشن، صوديوم اند ووتر ريتنشن، ويعمل لي هايبرفوليميا
او انكريز بقى في الفوليوم وكده، يبقى انا عوضت الايه الهايبو فوليميا خليته هايبر فوليميا. طيب في حاجة بقى هيعكس، مش انا عملت هايبر فوليميا يطلع لي موضوع انزيمات تانية تعكس الموضوع ده عشان يبقى في توازن ما بينهم. انا والله عملت هايبر فوليميا، ما ممكن الدوستيرون يفضل طالع طالع ويعمل هايبر فوليميا بطريقة تضغط على القلب، انا اصلا القلب اصلا مش مقضي الفوليوم اللي جاي، تعمل لي هايبر فوليميا فاهم. فانت احنا دلوقتي عايزين حاجه توازنه، اللي هو ايه يا جماعه، ده مهم جدا بتنزل فيه في الشفوي، اللي هو انزيم اسمه الناتري اوريتيك بيبتايد. ناتري اوريتيك بيبتايد يعني ايه ناتري اوريتيك بيبتايد؟ يقول لك في برضه رسمه هنا هي تقول لك الناتري اوريتيك بيبتايد. انا دلوقتي لما بحس ان في هايبر فوليميا، يعني في فوليوم كبير من الدم وفي هنا هايبر فوليميا، عندي حاجه في الاتريوم بتشد الايه، بتشد الوول بتاع الاتريوم، وحاجه هايبر فوليميا بتشد الوول بتاع الفنتريكل. فاللي هيشد الوول بتاع الاتريوم هتسميه اتريال ناتريوريتيك بيبتايد، يطلع انزيم نتيجه شد ده اسمه اتريال ناتريوريتيك بيبتايد، ويطلع انزيم بسبب شد الفنتريكل اسمه بي تايب ناتريوريتيك بيبتايد. يعني الاثنين اسمهم ناتريوريتيك بيبتايد، نقدر نقول ان هما طالعين نتيجة الشد من الهايبر فوليميا من كتر الدم اللي موجود اللي متخزن. على فكرة هو متخزن في القلب ولكن في فشل، برغم ان دم كتير ولكن القلب مش عارف يتفاعل. فانت ما تتخدعش ان هو دم كتير، هو طب ما احنا حلينا المشكلة ما يدفع، لا ما هو الفكرة ان هو متخزن دم كتير ولكن القلب مش عارف يدفعه، وهو دوت نتيجة الفشل. طيب يبقى انا دلوقتي اتريال ناتروريتيك بيبتايد وبي تايب ناتروريتيك بيبتايد بيحبوها جدا في الشفوي، هيقول لك واحد عنده جاي يشكي لك هارت فيلير، ازاي بتحليل واحد تعرف ان الراجل ده عنده هارت فيلير ولا تعمل ايكو ولا قال لك بص، تقول له يا دكتور والله انا هاخد عينه من الدم وابعته على المعمل، والله يا عم دور لي على الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد، لقيته في النورمال رينج معليش ولا حاجه، يبقى الراجل ده بيشتكي من اي حاجه غير الهارت فيلير. هو اسمه ايه؟ اتريال او اسمه احنا قلنا ناتريوريتيك بيبتايد، ناترو يعني صوديوم، ناتريوم ما هو صوديوم ان ايه، ان ايه اهي، ان ايه اختصار ناتريوم صوديوم، ناتريوريتيك يوريتيك يعني يوريا، يعني معناها ان هو وظيفته هيخلي الصوديوم يخرج مع البول مع اليوريا، عشان كده اسمه ناتري يوريتيك. طيب يعني وظيفته ايه؟ قال لك هو هيزود الاكسكريشن الاستخراج خروج الصوديوم مع البول. طيب معناها كده ان هو هيعمل ايه؟ هايبوفوليميا. فالاتنين دول يوازنوا مع بعض، والله احنا عايزين نفضل فين؟ في النورمال رينج عشان محدش يعلى بنفسه، واحد ده بيعمل لي هايبر فوليميا وده يعمل لي هايبر فوليميا، فيبقى في تناسق شويه، انت تزيد هايبر فوليميا والله تضغط لي على جدار القلب تطلع لي الانزيم التاني اللي هو ناتروريتيك، المهم يبقى في توازن ما بيننا عشان نظبط للراجل الدنيا شويه في الهارت فيلر. طيب بعد كده يا جماعه هنتكلم على الانفستيجيشن. الانفستيجيشنز احنا هنتعلم النهارده لاول مره، عايز اعلمك ازاي تبقى دكتور وازاي انت تبقى باشا من غير اي تقرير، تمسك تعدل حتى على التقرير اللي جالك في الاشعه، وتمسك انت الاشعه من غير تقرير تعرف حتى من دلوقتي الراجل ده عنده ايه. طيب اول حاجه يا جماعه الاكس راي. الاكس راي في القلب يعني الناس ما بقتش بتستخدمه قوي، يعني هو الاكس راي في اللنج شغال زي الفل، ولكن في ممكن الراجل ما يبقاش يبقى حاسس بالاعراض بتاعه الهارت فيلير، فراح يعمل اشعه بالصدفه، اشعه على اللنج، فيطلع لي بقى القلب حاجات كتيره كده باينه في القلب موجوده في الاشعه الاكس راي. زي ايه؟ قال لك هتلاقي تشامبر انلارجمنت. يعني ايه انلارجمنت؟ احنا قلنا انلارجمنت نوعين، هايبرتروفي يعني زياده في التخن بتاع الايه الجدار، او دايلاتيشن يعني التخن زي ما هو ولكن حصل اتساع. طيب هما دول انلارجمنت. طيب وفي تلاقي بالمونري كونجيشن، وقلنا البالمونري كونجيشن يعني لانج، بالمونري تساوي كلمه لانج يعني لانج، ال وال لانج كونجيشن في الليفت سايدد هارت فيلير كاتبها. طيب يعني ايه كونجيشن؟ يعني تلاقي في احتقان من الدم كده، حاجات كده تلاقي اللنج كده مش باينه قوي، تلاقي فيها حاجات كده لونها ابيض، هنشوفها دلوقتي. وبلورال افيوجن، وقلنا يعني بلورال افيوجن،
ودول بقى مهمين جدا 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 اخر اتنين، وبتتسأل فيها في الشفوي، ولو انت جاوبتها في الشفوي بتاخد الفول مارك. في حاجات كده يا جماعة بتجاوبوها في الشفوي الدكتور مش بيبقى طالب منك حاجة تانية، يعني ممكن يقول لك خد الدرجة حطها بإيدك، حط لنفسك النهاية. ازاي؟ عايز اسمع يعني انت تخليك ذكي، انت بقى مش تخلي الدكتور تفضل يقول لك يا ابني الحاجات اللي بلاقيها في الاكس راي في الهارت فيلير تشامبر انلارجمنت بتقسم حاجتين. خليك ذكي، ما تقول الحاجتين المهمين الاول، هو مش عاوز الحاجات التانية دي، اي طالب عارف الثلاث حاجات دول. يقول لك حاجتين مميزين اللي هو الكيرلي لاينز والسيفلايزيشن اللي هي فيجواليزيشن اوف فيسلز. ازاي مش هتفهم الكلام ده غير لما نشوف الاكس راي اللي جاي وتتعلم يعني ايه اكس راي. طيب ده اكس راي للراجل، بس احنا عايز يعني ده القلب ده الهارت، هو الرسمه رسم لك عليه الهارت. تعال على الهارت ده، تعال على الهارت ده الاول. خلي بالك قال لك ان دوت طبعا في الرايت اتريوم، الرايت فينتركل مش بيبقى باين قوي لان معظمهم بيبقى ليفت فينتركل، فخلينا في الليفت فينتركل. يبقى هنا الرايت اتريوم، هنا الليفت فينتركل. خلي بالك هنا بيطلع من الليفت فينتركل، بس خلي بالك تعالى الاول الرايت اتريوم، شايف ار اي رايت اتريوم؟ طبعا احنا عارفين بصب فيه من فوق، جايب الدم من فوق الجسم، من الجسم اللي فوق اسمه سوبيرو فينا كيفا، وفي دم مفروض فين اسمه انفيرو فينا كيفا، الاثنين بيصبوا فين؟ في الرايت اتريوم. طيب الرايت اتريوم يروح منزل الدم فين؟ الرايت فينتركل. طيب الرايت فينتركل يروح مطلع الدم اهو، طلع الدم في البلمونري ارتري او البلمونري ترانك اهو، بي اي بلمونري ارتري. والبلمونري ترانك ده يتقسم حاجتين، هيتقسم حاجتين، يتقسم رايت بلمونري ارتري رايح للرئه اليمين، وليفت بلمونري ارتري هتبان هنا اكتر. يعني بص معايا، عندي هنا تحت انفيرو فينا كيف، وعندي هنا ده الكبد ده سوبيرو فينا كيف، الاثنين هيبعتوا الدم فين؟ في الرايت اتريوم. والرايت اتريوم يروح بعت الدم فين؟ عن طريق الرايت فينتركل. الرايت فينتركل هيروح ضخ الدم هنا في الايه، في البلمونري بلمونري ارتري، يروح ضخ الدم هنا في البلمونري ارتري. وبعد كده البلمونري ترانك او ارتري يتقسم حاجتين، ناحيه الرايت رايحه، قصدي هنا ناحيه الليفت، ليفت بلمونري ارتري، وهنا رايت بلمونري ارتري. بس خلي بالك الليفت بالمونري ارتري ماشي كده تمام، ما فيش اي مشكله، انما الرايت بالمونري ارتري راح معدي تحت الاورطه اهو، بص الاورطه الاحمر هو عدى ايه من تحتيه، ومهمه جدا الحته دي. يبقى انا دلوقتي ايه، الرايت بالمونري ارتري راح معدي تحت الايه، الاورطه. طيب خليك معايا، راح لللنج يا عم كده، يبقى هو الدم كده في الرايت اتريوم مشي كده فين، في البالمونري، راح كل حاجه لللنج، هنا يمين وشمال، ديت رايحه للشمال وهنا رايحه لايه، لليمين. راح اللنج خد الدم المؤكسج، وراح بعد كده بعت الدم، خد الاكسجين، وبعد كده بقى مؤكسج يعني لونه احمر، راح لونه احمر، خد الاكسجين يعني بقى لونه احمر، رجع تاني للايه، للهارت في البلمونري فيتس، وهنا ايه بلمونري فين. طب رجع على ايه، على الليفت اتريوم، والليفت اتريوم هيروح منزله فين، في الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل يروح ضاخخ الدم فين يا جماعه، في الاورطه، اسمه اسندنج اورطه او الاورطه الصاعد. بعد كده يروح عامل ارش، ارش يعني زي كوبري، ارش اوف اورطه، وبعد كده ديسندنج اورطه. هي دي الدوره اللي احنا اتكلمنا فيها، السيركوليشن اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. طيب خلي بالك انك هتطبق الكلام ده دلوقتي على ده النورمال اي سي جي، هتطبقه دلوقتي، بس انا عايزك تاخد بالك بقى ان كمان المفروض انك ده طبعا هنا الدايفرام الابيض اللي تحت ده الدايفرام، ولكن لما بتاخد مسطره كده، طبعا مش بتاخد مسطره ولا حاجه، انت بالعين كده يعني، ديت مفروض النورمال اللي هو طول القلب كده او عرضه يساوي تقريبا تلت العرض الكامل بتاع الشيست، يعني لو وصل للنص يبقى كده في تضخم في القلب. طب قال هنا في الاكس راي، بص هنا، هنا النورمال ده بني ادم نورمال، نمسك النورمال الاول، ده بني ادم طبيعي نورمال. طيب ايه بقى الاجزاء اللي احنا كنا بنتكلم فيها؟ طب انا مش باين هنا اورطه، ولا باين اي حاجه، ولا باين رايت ارتري بالمونر ارتري ولا الكلام ده كله. لا، ما انت بقى، ما انت بقى هتعمل ايه، الرسمه دي بالظبط، دي بالظبط الرسمه دي بالظبط هتحطها هنا ازاي، في دماغك طبعا، مش هتفضل تلون انت على الاكس راي، لا الكلام ده في دماغك. يعني ايه،
يعني بص هنا يا باشا الرايت اتريوم، وقلنا بلاش نتكلم في الرايت فنتركل هنا لانه مش بيبان قوي، هنا اهم حاجه الليفت ايه؟ ليفت فنتركل. يبقى انا النقطه دي الرايت اتريوم. اه طب ما انا الرايت اتريوم، يعني الرايت اتريوم كان بيصب فيه اهو، شايفه ده اهو سوبيرو فينا كيف، المفروض بيجي هنا انفيرو فينا كيف، مش باين لانه بيخترق الدايفرام. انفيرو فينا كيف، طيب يبقى انا خدت السهل انفيرو فينا كيف، مش باين قوي هنا، بس هنا السوبيرو فينا كيف باين، تحس كده ركز هتلاقيه السوبيرو فينا كيف صابه فين، في الرايت اتريوم. طيب بعد كده وشخصت انت الليفت فينتريكل، وهنا الايبكس الحته المدببه من القلب دي اللي اسمها الايبكس. طيب يطلع هنا الاسندنج اورطه، المفروض ان الحته دي كان ايه؟ كان الاسندنج اورطه، اسندنج اورطه. طيب كان لو انا شاورت لك على الحته دي، الحته دي بالظبط مكان السهم في الحته دي، وخلي بالك لو انت ركزت هتلاقي في ارتري، يعني انت لو ركزت جامد هتحس ان انا دلوقتي ده الاورطه كان ماشي كده اهو، ادي الاورطه كان ماشي كده، ارجع تاني اهو ادي الاورطه كان اهو بيلف ويرجع ورا القلب، يعني بيعمل كوبري ورا القلب الاحمر ده اهو، الاورطه الاحمر ده اللي بس خلي بالك لو حطيت الماوس هنا او حطيت الماوس هنا، هو ده ايه؟ مش احنا قلنا البلمونر ارتري كان ليفت زي الفل ماشي زي ما هو، انما الرايت اهو الرايت المفروض يعدي من تحت الاورطه، بس هو مش مكمله هنا، بس هو مكمله هنا، شايف الرايت بالمونر ارتري. فانا دلوقتي لو قلت هنا ايه بعناية ده الاسندنج اورطه، فانا لو حطيت هنا، لو حطيت الماوس هنا هتقول لي ده الرايت بالمونر ايه، هتقول لي ده الرايت بالمونر ارتري معايا. طيب ايه الحاجات التانية اللي المفروض اشوفها على تقريبا ما فيش حاجات، ده اللي يهمنا بالنسبه للقلب بس، بعد كده هنتكلم في الحاجات التانية. طيب طبعا يا جماعه الزاويه دي، الزاويه دي شايف الزاويه دي اهو اهو المثلث الحته دي، الركن ده الركن ده الركن ده والركن ده المفروض يفضل فاضي، اسمه ايه ده؟ اسمه كوستو، يعني ضلوع، ما هو كوستو دايفراجماتيك، ما هنا الدايفرام وهنا يا جماعه الضلوع، يعني الزاويه الركن ده ما بين الدايفرام وما بين الضلوع، فعشان كده بنسميه كوستو دايفراجماتيك ريسيس، ريسيس يعني منطقه فاضيه، المنطقه دي المفروض في الطبيعي تبقى فاضيه، بس اول ما تتملي ميه يبقى انا كده دخلت في ميه على الرئه، بلورال فيوجن زي ما هنشوف الناحيه دي. تعالى هنا اول ما تبص على القلب، طبعا دوت بني ادم طبيعي، عرفت ازاي ان هو بني ادم طبيعي؟ والله انا ببص على القلب اول حاجه عرضه تقريبا تلت الثراسي الكيش ماشي، الرايقه اللنج رايقه، ده رايقه يعني يا جماعه شفافه، اي حاجه رايقه بتبقى لونها اسود يعني ما فيهاش حاجه، هي رايقه معظمها رايق يبقى ديت رايقه. طيب ايه تاني ممكن معظمها رايق؟ طيب في فيسلز هنا، لا والله انا مش شايف فيسلز قوي، مش شايف فيسلز قوي، مفيش تضخم في القلب، مفيش اي حاجه، الموضوع باين ان هو ايه نورمال. طيب تعالى بص هنا بقى هتلاقي لخبطه زي الفل، اولا هتحس ده حاجه، بص شايف الجهاز ده اللي هو مركبه ده، ده حاجه ده جهاز، ده تقريبا جهاز مركب جهاز تنظيم لضربات القلب بنسمه، بس ايه يعني عشان جت في الاكس راي ده جهاز هو مركبه في القلب، جهاز تنظيم ضربات القلب. طيب اول حاجه هتبص عليها هنا، بص 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 عرضه قد ايه؟ تقريبا اكتر من نص ثراسي الكيش، اكتر من نص ثراسي الكيش، يبقى ده ايه؟ كارديو ميجالي. يعني ايه ميجالي؟ ميجالي يعني كبير، وكارديو يعني قلب، يعني كاردو ميجالي يعني في تضخم في كل حجرات القلب، القلب كبير بصفه عامه. طيب بص بقى على الريسس، الكوستو ده فراجماتيك ريسس، شايف الجيبه دي؟ شايف الجيبه دي؟ لا دي فاضيه ماشي. طب بص هنا هتلاقيها ايه لونها ابيض، ابيض ده يعني ميه، خلي بالك يعني فيها بلورال ايه فيوجن، شايف رايقه هنا ازاي الريسس، شايف هنا
هنا يعني رايق شوية ولكن تحس برضه إن في مية. طيب هنا كنا بنلاقي في النورمال بنلاقي إن اللنج رايقة لونها أسود، هي رايقة. بص بص، شايف 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 كل الشخبطة دي، شايف كل الشخبطة دي كلها مية على الرئة، ما لنج كوجيشن بقى، احتقان احتقان في الرئة. آه طيب، يبقى احنا قلنا اللارجمنت، اتكلمنا عن اللارجمنت، اتكلمنا ان في افيوجن ميه هي على الرئه، بلورال افيوجن، صح؟ طيب ايه بقى الحاجتين المهمين اللي قلت لك اول ما الدكتور يسالك في الاكس ري تقول له؟ قلت لك كيرلي لاين. يعني ايه كيرلي لاين؟ شوف السهم اللي هو مشاور عليه، مشاور 4 اسهم، 1 2 3 4. طيب هو ايه بقى قصده عليه؟ امشي معايا كده هتلاقي في خطوط ماشيه بالعرض، خط 2 3 خطوط كده، خطوط ماشيه بالعرض كأنك جاب مسطره ومسطرها بالابيض. شايف؟ شايف الكبير ده؟ شايف الكبير ده؟ دي بقى الحاجات دي مسميينها بتوع الأشعة، مسميينها حاجة اسمها كيرلي لاين. بص هنا على الجنب في كيرلي، في خيوط ماشية بالعرض، مفيش كيرلي لاين، مفيش كيرلي لاين. يبقى الكيرلي اللي اختار اللي اكتشف الخيوط دي واحد اسمه كيرلي، واحد اسمه كيرلي، فسمها على اسمه كيرلي بي لاين. معرفش انا بي ده يعني ايه بقى، يلا يعني كيرلي بي لاين، يعني ده تبقى ايه يعني بي دي، يعني حد يعني ابوه مثلا رمز بي، مش موضوعنا يعني، اسمها كيرلي بي لاين. طيب في حاجه اسمها يا جماعه، تاني حاجه اسمها سيفلايزيشن اوف بالمونري فيسلز. يعني ايه سيفلايزيشن؟ قلنا بين قوسين فيجواليزيشن. يعني قلنا يعني الفيجواليزيشن يعني دي ايه، دي ايه الحاجات دي، ايه دي، ايه الشجره عامله زي جذور الشجره، شايف 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 اهي اهي، وجذور شجره بتتفرع، وهنا برضو ده كبيره قوي جذور شجره. اه ما جذور الشجره دي البلاد فيسلز بتاع اللنج، بالمونري فيسلز. طب هي طبيعي انها تبان؟ لا مش طبيعي انها تبان. شوف هنا يعني شايف الشجره عماله تتفرع وبتاع، لا لا هنا واضحه بغباء، يعني واضحه شديده جدا. فدي معناها سيفيلايزيشن. يبقى انا عندي حاجتين مهمين جدا هنا مش باينين، غير الكاردوميجالي يعني، غير ان هو حجمه كبير القلب، ها في الكيرلي لاين، الكيرلي لاين خيوط بت ايه بالطول، وفي الفيسلز باينه عامله زي الشجره، زي جذور الشجره. طيب تعالى اكد برضو واحد بس كاتبها المره ده، بص 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 بص، اولا قال لك ايه دوت برضو ايه، واحد طبيعي ولا هو نفس الراجل؟ هو يا جماعه نفس الراجل، مش طبيعي ده هارت فيلير يعني، اكيد ده هارت فيلير. فقال لك ايه، بص مسك الحجم الاحمر ده، الاحمر دوت اهوت، الاثنين دول من اول هنا، من اول نقطه الصفرة دي لحد النقطه الصفرة دي اهو، واخدين قد ايه من عرض ثراسي الكيش؟ يعني تقريبا اكتر من التلتين، واحنا المفروض يبقى تلت واحد. اه يبقى كده كاردو ميجالي. فاسمه اسمها ايه يا جماعه الحسبه ديت؟ ان هو يقسم القلب، يقسم القلب عشان يشوف نسبه حجم القلب، قلب اسمه كارديو، والثوراسيك كيش اللي هو الصدر، القفص الصدري. فيقول لك اسمها ايه، انكريز الكارديو ثوراسيك ريشيو. ريشيو يعني ايه اسمه، معايا يا جماعه؟ فهمت انا لما الكارديو ثوراسيك ريشيو كبير معناها ان حجم القلب بالنسبه للقفص الصدري كبير، لان دوت هيبقى ايه، يقول لك اللي فوق الكارديو فوق وتحت ده الثوراسيك هو اللي تحت شرطة الكسر زي ما بنقول، اللي هي القسمة تقسم ده على ده، فكل ما ده يبقى كبير الكارديو يعني القلب حجمه كبير، فيبقى انكريز ذا ريشيو، انكريز الكارديو ثوراسيك ايه ريشيو. طيب الكيرلي بي لاينز بقى الخيوط، بص الخيوط اللي بالعرض اهوت، 1 2 3 4، ما تعدش خيوط بالعرض كيرلي بي لاين. طب السيفلايزيشن قال لك بص يا عم الشجره المتفرعه دي، اه ما ديت ايه، ما هي ديت بقى الايه، السيفلايزيشن او الفيجواليزيشن اوف فيسز. وبلورال افيوجن، وخلي بالك الكيرل لاين اتعملت عن طريق، لو سالك بقى ورخم عليك قوي قال لك ايه يا عم الكيرل لاين، طب صار ليه في الكونجستيف هارت فيلير؟ تقول له الكيرل لاين ديت عباره اصلا ظهرت عشان في ميه دخلت في الانترستيشيال تيشو بتاع اللنج، يعني ميه برضو دخلت جوه ايه، جوه اللنج. طيب عشان كده عمل لك على الكيرل لاين اهو البلورال افيوجن، قال لك او الكيرل لاين قال لك كتب لك عليها بلورال افيوجن. وحته كمان نزودها ان الكوستو ده فراجماتيك ريسيس هنا في ميه، فدوت برضو بلورال افيوجن.
بعد كده يا جماعة ده أول انفستيجيشن، وقلنا يعني مش بنعمله في القلب أوي الانفستيجيشن، بس بنفتح لك أهو حاجات عشان تعرف تشخص أنت أي حاجة جاية لك إكس راي حتى بعيدا عن البطن. خلي بالك في البطن أنت بتمتحن العملي إكس راي برضه. الإي سي جي آدي رسم القلب، طبعا هيبقى عندنا بعد ما نخلص بإذن الله الكارديولوجي بالتفصيل منهج نظري. طبعا هفضل أقول لك كل حاجة متعلقة بالعملي، ولكن بعد ما أخلص الإي سي جي بالتفصيل بإذن الله، قصدي بقى بعد ما اخلص كارديولوجي بالتفصيل باذن الله، هدخل لك بقى في العملي بقى نشرح الاي سي جي بالتفصيل الممل. تبقى باشا الاي سي جي تقف في عينيه مركز، بس طبعا اتكلمنا انك انت مش هتقف اي حاجه، انت هتفضل طالب مالكش انك تشتغل في حاجه دلوقتي خالص. انا بعلمك ازاي تقرا لحد قريبك، تقرا لحد عايز اي سي جي والكلام ده. طيب رسم القلب الاي سي جي ده يا عم الطبيعي بتاعك اللي فوق ده الاحمر ده، ده رسم قلب طبيعي عادي خالص. طبعا انت عارف ان رسم القلب عندي يعني مثلا هنا تعالى اهي الحته ديت مثلا ضربه بيت، ضربه من ضربات القلب، الحته العاليه دي اسمها بي، والحته دي اسمها كيو ار اس، كيو ار اس، والحته اللي تعلى بعدها دي تي، يبقى انا بي كيو ار اس تي. طيب الكيو ار اس اللي هي دي، الكيو ار اس اللي هي دي، طيب وممكن تبقى مقلوبه عادي، هنبقى نتعلم الحاجات دي كلها، ولكن دي كيو ار اس، وهنا برضو ايه كيو ار اس عامله ازاي، شكلها اتغير، كيو ار اس شكلها اتغير، كيو ار اس نازله لتحت صح، هنا كيو ار اس لفوق، مش هتفرق معايا لفوق ولا لتحت، اللي يفرق معايا طولها، طولها يعني بتبقى من مربعين، احسب كده واحد اتنين تلاته، يعني من مربعين لثلاث مربعات، ده الطبيعي لانها تعبر عن حجم الفنتركل. خلي بالك تعجب بقى عن ايه حجم الفنتركل. فانت لو رسم مسكت رسم قلب زي ده ولقيت فيها الكيو ار اس كبيره كده زي ما انت شايف، وهنا كيو ار اس كبيره زي ما انت شايف كبيره قد ايه، انت حسبتها مربع ادي اهو، مربع اتنين تلاته اربعه خمسه، يعني لما كنا بنتكلم في تلاته بقينا خمس مربعات، وفي حاجات هتلاقي اكتر كمان. طيب يبقى انت هنا بقى معناها ان هي كبيره عن الطبيعي، فدوت مؤشر ان ايه، ان الفنتركل كبير عن الطبيعي. يعني انا كده فين عندي كاردوميجالي وعندي انلارجمنت في الفنتركل، يعني مؤشر من المؤشرات اللي ممكن يبقى عنده، ممكن يبقى عنده هارت فيلير. فهمنا يا شباب؟ طيب دول بالنسبه للاي سي جي، ومش عاوزك تعرف منه غير الحته دي دلوقتي. بعد كده في انفستيجيشن يا جماعه اسمه ايكو، يعني يقول لك خلاص ماشي اعمل رسم قلب، وبعد كده ابعته يعمل له ايه ايكو كارديوجرافي، وده الدارج يعني كلنا يقول لك اعمل ايه اشعه على القلب، اشعه على القلب. بس يعني خليك ناصح كده، لما تبعت حد تعمل له اشعه القلب اعرف ان مركز الاشعه بيبقى فيه دكتور القلب هو اللي بيعمل اشعه، مش فن الاشعه يعني اي اشعه، ممكن اشعه العظم ممكن فن الاشعه اللي يعملها لك، ولكن ممكن السونار على فكره احيانا، السونار برضو دكتور البطن المفروض الصح، السونار على البطن اشعه تلفزيونيه على البطن دكتور بطن اللي بيعملها، انما الاشعه التلفزيونيه اللي على القلب محدش يقدر يعملها الا دكتور القلب نفسه. فالمركز اللي انت هتبعت عليه حد تقول له الاول اتصل بالمركز، والمركز يبلغك امتى دكتور القلب بيجي، لانه تقريبا بيجي مثلا ساعه او ساعتين في اليوم، ففي الوقت ده يروح يكشف، ما يروحش يكشف كده وخلاص، قصدي ما يروحش يعمل اشعه كده وخلاص. هي دي الايكو كارديوجرافي. طيب الايكو كارديوجرافي بقى بيبين لي كل حاجه تقريبا، يعني ممكن يبين لي الانلارجمنت تضخم القلب، بيحسب بتقيس كل حاجه، بيقيس يا جماعه يعني عامل زي السونار كده او احسن شويه ديتكت ساركوز، يعني ممكن لو لاقي صمام قافل ولا حاجه مش شغال كويس، واحد عامل عمليه صمام قبل كده والصمام مش شغال، فبيبان فتحه الصمام وقفله الصمام، او ممكن تلاقي واحد مثلا عنده حمى روماتيزميه فالصمام مش شغال، يعني بيشوف معظم الحاجات في القلب، بيشوف ديناميكيه القلب. انا اللي يفرق معايا وانا قلت المره اللي فاتت بقى دي، ان هو انا قلت ان الجهاز اوتوماتيك بيحسب ايجكشن فراكشن، ولو تفتكر معايا ايه هو الايجكشن فراكشن، قلت لك الايجكشن فراكشن هو عايز يحسب كميه الدم اللي طلعت من القلب، طلعت من القلب يعني ايه في الليفت سايد، ما هي طالعه من القلب، ما هو ايه اللي هيطلع يعني من القلب، طالع من قلب الجسم في الليفت سايد، عايز يحسب ايه بقى؟ يحسب كمية القلب اللي انطلقت في الأورطة في الليفت سايد بالنسبة لكمية الدم اللي موجودة فين؟ في الليفت فينتري. طيب وقلنا أرقام المرة اللي فاتت، وقلنا
ان تساوي كميه الدم اللي طلعت في الاورطه، قلنا عليها في النبضه الواحده اسمها ستروك فوليوم، فهتبقى المعادله ستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم اللي هو كميه الدم اللي موجوده في الليفت فنتركل. قلنا ان هو تقريبا بيبقى الطبيعي من 55، تطلع النسبه 55% ل 70% والجهاز بيطلعها اوتوماتيك. طيب انما في الهارت فيلير، احنا هو موضوعنا هارت فيلير انفستيجيشن، قلنا نقلق لو لقينا النسبة أقل من كام؟ أقل من 40%. طيب دول بالنسبة للإيكو كارديوجرافي. بعد كده في حاجة اسمها يا جماعة الكاردياك كاسترايزيشن، قسطرة يعني، قسطرة على بقى، بتسمع عن حد روح اعمل قسطرة على القلب واعمل دعامة. هنشوف فيديو توضيحي للقسطرة على القلب بيتعمل ازاي، احاول اشرحها معاك اهو. ادي الراجل طبعا بيبقى واخد بنج كلي، دخل بابره، الابره دخلت في الفيمورال ارتري، هنا الفيمورال ارتري، وطبعا هيدخل الابره طبعا اهوت اهو، دخل جهاز صغير كده عامل زي السلك زي ما انت شايف، داخل كده داخل في الديسندنج اورطه، وصل للديسندنج اورطه، وبعد كده المفروض ايوه كده القرش بتاع الاورطه، وهنا الاسندنج اورطه، يقف هنا في الاسندنج اورطه ليه؟ لان الاسندنج اورطه طالع منه الكورونرس، يعني اول حاجه بتطلع من الاسندنج اورطه الكورونرس التاجيه، الشرايين التاجيه، فيروح حاقن فيها صبغه زي ما انت شايف اللون الاسود، يعني الجهاز اصلا ده جهاز انبوبه موجود فيها بيحقن فيها من تحت، ما هو اصلا خارجي بيحقن فيها الصبغه اللي انت شايفها ديت عشان يبين شكل الكورونرس. طيب يبقى هو اهم حاجه تشخيص الكورونري، ان هو يعرف ان في دي اهو، لقي اهو الكورونريز، لقي ان فيها دي اهو، شايف الحته اللي فيها ضيقه دي طب احنا نعمل ايه بقى؟ ما هو اصلا الجهاز موجود جوه، ما ندخل عن طريق جهاز دعامه، دعامه هتوسع زي ما انت شايف اهي، اهي هي خرج بقى كده خلص المهمه، يقول لك هي ديت بقى طريقه تركيب الدعامه، ان الدعامه كده عملت اتساع للشرايين التاجية من وانا داخل من الفيمورال، من حتة فتحة 1 سم تقريبا وصلت للقلب وحطيت له دعامة من غير ما اعمل قلب مفتوح ولا الحوارات دي كلها. هي دي معنى القسطرة. باين تاني عايز ايه؟ دخل بقى القسطرة هنا فين؟ في الليفت فينتريكل، وهيحقن صبغة وكده، يعني المهم انك مش موضوعك انت القسطرة، بتبقى انت عارف يعني ايه قسطرة بصفة عامة. بعد كده في الانفستيجيشن ارجع اخر حتة، الله يخليك ما تنساها، ولو بتكتبها عايزين تشوف الورقة على الحاجات اللي زي دي. يعني انا دلوقتي انا بصحح سؤال، قلت لك مثلا ان السؤال مثلا انفستيجيشن في هارت فيلير عليه 10 درجات، حضرتك لو كتبت في الاكس راي اهم حاجتين كيرلي لاين في سيفلايزيشن او فيجواليزيشن اوف فيسلز، وكتبت ان الافكت لو الاجكشن فراكشن اقل من 40%، وكتبت وما نسيتش تكتب الناتروريتك بالبايد، ما احنا قلنا بقى، ما احنا قلنا لو انت عاوز تحليل واحد يكفي انك تشخص الراجل ده عنده هارت فيلير ولا لا، انت مش عندك جهاز في المكان اللي انت قاعد فيه وعاوز، او هو مش عارف تنسق في المركز مع دكتور القلب، عايز المهم عايز تكشف بأي بتتصرف، تبعته معمل تحاليل والله يكشف لي على الناتروريتك بالطيب، لو هو طبيعي تمام، لو هو اكتر من الطبيعي يبقى انا كده ايه، لا ده احنا كده داخلين في هايبر فوليميا، ما هو اصلا بيطلع فين في الهايبر فوليميا، مش احنا قلنا في نوعين، في اتريال ناتروريتك بالطيب وبي بيبتايد اللي هو بي تايب ناتروريتك بالطيب، واحد بينتج عن طريق الهايبر فوليميا الموجوده في الاتريوم، واحد ينتج عن الهايبر فوليميا الموجوده في الفنتركل، الاثنين يطلعوا في الدم بقيسهم والله موجودين وعاليين، يبقى انا كده اصلا في هايبر فوليميا، صح؟ اتفقنا يا جماعه في الكلام ده؟ طيب وما يا ريت ما تنساهاش، خد بالك بتسال فيها فين؟ في الشفرة لوحدها كجزء لوحدها، بيحبوا جدا الناتروريتك بابتايد لان هم شغالين في العيادات على الموضوع الجديد الناتروريتك بابتايد مش بقاله كتير. طيب احنا الحمد لله كده خلصنا الجزء الثاني في الكارديولوجي، اتمنى نكون افدناكم.
بإذن الله رب العالمين بكرة أحاول أنزل الجزء الأخير في الهارت فيلير. بقلنا بس الأدوية الدراجز تريتمنت، بس احنا مش عاوزين اتكلمنا بقى ان احنا عاوزين بقى نعرف الأدوية اللي نازلة في السوق وشكلها ايه والعبوات، وممكن كمان نعرف تمنها والاسم التجاري والاسم العلمي. هتبقى دكتور بقى يعني، انت دكتور، ما تستهنش بنفسك، ما تستغرش نفسك، انت كبير وهتفضل طول عمرك ان شاء الله كبير. بإذن الله رب العالمين. أنا بتمنى من سيادتكم، أن طبعا أشكركم على التفاعل اللي تم معايا في الفيديو الأول، وأتمنى لو تزودوا معانا اللايك والسبسكرايب عشان نعمل بقية الفيديوهات. وأنا عارف إن إحنا دلوقتي أجازة، يعني أنا بسجل الفيديوهات دي في الأجازة، بس يعني عادي اقعد واستفيد والله، يعني اعرفه من حياتك. انا بحاول ان الفيديو ده تستفيد لي، حتى لو انت في اولى او تانية او تالتة، مش لازم تبقى في بطنة، ده طب افهمه علم يعني هينفعك مش هيفيدك. وبحاول ان انا افهمك الحالات انك تبقى تطبق علمي، انا عايزك تطبق علمي احسن كمان من المنهج. انا اللي يهمني انك تعرف تطبق علمي، عشان كده بنقول المرة الجاية الأدوية والاسم التجاري والاسم العلمي. وديني هنا في الانفستيجيشن بحاول إن أنا أعرفك الموضوع بالكامل، إزاي تعرف تمسك أشعة، إزاي أنت تعرف إن فيه على الأقل إن الأشعة ديت فيها الراجل ده عنده مشكلة، تحوله للتخصص بتاعه. أتمنى ليكم التوفيق، ومستنيين لايك وسبسكرايب، ومتشكرين على تشجيعكم، وربنا يوفقكم يا جماعة. ألف شكر ليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.